يا ابني افهم، ده اسمه توبة. يعني لما تيجي تدي البت بتاعتك معانا مش لازم تروح لها نفس الثانية، خليك تيجي خليها تقعد تفكر يا ترى اتأخر ليه، يا ترى ما جاش ليه، وساعتها اهو تلاقيه فوق دماغك تقوم تتلخبط وشاي حمار، وساعتها يا معلم الفايز تبقى واقف في ايدك وعيش. المهم تعالى معايا واقف بعيد، اتفرج وشوف واتعلم مني. هجي انا كده يا نهار اسود، البنت الواقعة دي ده شبه محمد رمضان، الله يخرب بيت الفيسبوك على اللي يكلم بنات الفيسبوك. طب انا هعمل انا ايه طيب دلوقتي؟ هو مفيش الا حل واحد، اللي انا الف وارجع اكني ما شفتهاش. انت جاي بتكلمني في اللي فات ده؟ مش انت اللي حاسس بيه؟ مش انت اللي جرحت ولا اسيت ولا بكيت؟ يا ابني اللي فات ده مش اهم حد، ده عمري. ده كنت فين؟ كنت فين انت وانا طفل سن 5 سنين شايف ابوك بيتقتل قدام عيني مش قادر اعمل له حاجه؟ منظر موت امي، منظر موت امي عشان ما عرفتش اقول لها الدواء. 20 سنه، 20 سنه وانا بنام على التراب، شفتش طعم راحه، بتنقل من شغل لشغل، محل لمحل، صاحب المحل ده كويس بس ده ابن كلب. ما جربتش تشتغل ميكانيكي ويهنوك ويزلوك. طب اقول لك على حاجه، ما جربتش تنسى سببني؟ تفضل تعبان طول الوقت وهدومك مبلوله وعندك برد على طول؟ طبعا ما جربتش. طب ما جربتش تبيع مناديل؟ مناديل جابت نص جنيه. ما جربتش. جاي لما الدنيا ادتني وشها واليوم اللي راجع فيه واخد حق ابويا جاي تقول لي سامح؟ اسامح ايه؟ السماح ده كلمه ما عرفتهاش ولا درستها في الشارع. اللي درسته ان انا راجع اخد حق ابويا واخده ماشي، وعايز اقول لك على حاجه، حطها حرف في ودني هنفذها. ماشي هنفذها. اوبا الماتش ده باين عليه بين الاهلي والزمالك، اوبا داخله ابو تريكه. اوف ايه ده؟ في صوت. انت راجع عبقرينو؟ ايه يا ابوي مالك في ايه؟ حط ايدك ورا الباب واسمع. سمعت ايه؟ حطيت ودني ورا الباب يا ابوي ومش سامع حاجه يا ابو حسن. ما هو ده يا واد اللي هيجنني، بقالي 65 سنه حاطط ودني ورا الباب ومش سامع حاجه يا ابو حسن. ما انت يا صاحبي اللي بتقول كده. يا جدع ما كنتش متوقع ان انت تقول كده خالص، ما كنتش متوقع منك كده. وانا اللي مفكرك اخويا وحبيبي وصاحبي. طلعت عيل زبالة وواطي وخسيس وخسارة فيك العشرة. بس أنا بقول نفسي ملوكش، أنت عارف ليه؟ أنا مغلط نفسي مش مغلطك، عشان بخيل ياما دخلتك بيتي ومعتبرك أخ ليا مش صاحب خالص، أخويا. تيجي وفي الآخر وتقول على أختي أنا كده؟ ليه يا جدع؟ تقول كده على أختي ليه؟ تهبل يلا، أنت مجنون؟ ازاي تقول على اختي كده؟ لو الحلو ان الكلام مصادي لف لفه مصادي، فكر ان انا مش هعرف حاجه. لا بالعكس هعرف كل حاجه ومن هنا ورايح. لو قلت ايه ما هعديلك المره دي. من هنا ورايح لو جبت سيره اختي تاني على لسانك هنهيك من على وش الارض. ماشي يابا؟ شد ومد بقى. يلا بره بره. انت جاي بتكلمني في ايه؟ اللي فات ده مش انت اللي حسيت بيه؟ مش انت اللي انجرحت ولا قسيت ولا بكيت؟ يا ابني اللي فات ده مش ايام محدد، لا ده عمري ضاع. فاهم يعني ايه عمري ضاع؟ كنت فين انت؟ كنت فين انت وانا طفل سن 5 سنين شايف ابويا بيتقتل قدامي ومش قادر اعمل اي حاجه؟ 20 سنه شايف دموعهم بتنزل ومش قادر اعمل اي حاجه.
منظر موت ابويا، منظر موت ابويا بيتقال قدامي كل يوم 24 ساعه، وبشوفه زي ما انا شايفك دلوقتي بالظبط، لحد ما جت اللحظه اللي مستناها من 20 سنه، واليوم اللي هرجع واخد حق ابويا وحق امي اللي ماتت عشان ما عرفتش اجيب لها الدواء. 20 سنه شايف العذاب والنوع على الطلاق، ما قدرتش تعمل راحه، بتنقل من شغله لشغله ومن محل لمحل، صاحب المحل ده كويس بس ده ميكانيكي، ما جربتش تشتغل ميكانيكي يشتمك ويعزقك كل يوم دوام؟ ما جربتش. طب ما جربتش تمسح سنانك وهدومك مبلوله وعندك برد طول الوقت؟ ما جربتش. طب ما جربتش تبيع مناديل؟ مناديل يا بيه، مناديل بنص جنيه؟ ما جربتش. وجاي لما الدنيا تبني وشها جاي وتقول لي سامح؟ السماح دي كلمه انا ما اعرفهاش، ما درستهاش في الشارع. انا كل اللي انا درسته وحفظته ان ازاي انتقم واخد حق ابويا، هو ده اللي انا درسته وحفظته وهنفذه. فاهم؟ هنفذه. كل ابني في ابنك فين؟ لسه ما لقيتوش يا عم سيد ولا شفته. يا عم سيد مش كده، ما تركبنيش الغلط. هيتخطف مننا ازاي يعني؟ هيتخطف مننا واحنا قاعدين. وبعدين مين اللي بينك وبينه عداوه عشان يعمل معاك كده؟ انا مش عايزك تزعل مني يا حسين. انا ان شاء الله اول ما الاقيه هجيبه لك لغايه عندك. خلاص يا عم؟ ماشي يا عم سيد. سلام. احنا عندنا اسم ايه؟ انا عايز كل التعليمات اللي حصلت واللي سمعناها تتنفذ بالحرف الواحد. سامعين؟ واذا ما حصلش الكلام اللي انا بقوله ده متنفذ بالحرف الواحد، طبعا انتوا عارفين اللي هيحصل. انا مش قصدي ان انا اذيكم ولا حاجه ولا اضركم، لكن الشغل بتاعنا لازم يمشي خطوه خطوه وبالحرف الواحد وزي ما انا قلت لكم بالظبط. مفهوم؟ الكلام بتاعك نفذ. مش عايز اي حاجه من اللي انا قلته ده تتغير، والا احنا كلنا في مركب واحد، ومش انا لوحدي اللي هضيع، ناس تانيه كتير هتضيع. مفهوم؟ اظن مفهوم. وانت يا صاحبي اللي تقول كده؟ يا جدع ما كنتش اتوقع ان انت تقول كده خالص، ما كنتش اتوقع منك كده. وانا اللي مفكرك اخويا وحبيبي وصاحبي، طلعت عيل زباله وواطي وخسيس وخساره فيك العشره. بس انا بقول نفسي ما اقولكش، انت عارف ليه؟ انا مغلط نفسي في مغلطك، عشان بختام دخلتك بيتي ومعتبرك اخ ليا مش صاحب خالص، اخويا. تيجي وفي الاخر تيجي في الاخر وتقول على اختي انا كده؟ ليه يا جدع؟ تقول كده على اختي ليه؟ تهبل يا ده؟ انت مجنون؟ ازاي تقول على اختي كده؟ لو الحلو ان الكلام مصادي، لف لفه مصادي، فكر ان انا مش هعرف حاجه. لا بالعكس، هعرف كل حاجه. ومن هنا ورايح، لو قلت اي ما هعديها لك المره دي. من هنا ورايح، لو جبت سيرة أختي تاني على لسانك هنهيك من على وش الأرض. ماشي يا بقى؟ شد ومد بقى. يلا بره. بره!